طيب النهارده كان في اخبار عن مرض بطلتنا المصريه العظيمه في رفع الاثقال نهله رمضان، وفي ازمه صحيه بتمر بيها. بصراحه الخبر كان مزعج للجميع. نهله من الابطال المعروفين في مصر المشهورين، دايما المشهورين بيبقوا لاعبي كره القدم، بس نهله وانجازاتها، بنتكلم في بطله عالم، انجازاتها العظيمه خلتها نجمه واسم كبير. نسينا شوية نهلة بصراحة، يعني نسينا، سألناش، ما قلناش فين نهلة رمضان. النهاردة عرفنا إن هي للأسف بتعاني من أزمة صحية، ربما تكون أزمة صحية كبيرة. نطمن عليها، نعرف أخبارها من كابتن عصمت منصور بطلة مصر السابقة أيضا في رفع الأثقال. يا كابتن عصمت طمنينا عليها، أنا عارف إن أنت مرافقة للبطلة العظيمة نهلة رمضان، طمنينا على حالتها الصحية في الوقت الحالي ومساء الخير أولا. كابتن اه يا كابتن اسم طمنينا على نهله، عشان احنا النهارده سمعنا اخبار عن حالتها الصحيه اللي فيها بعض المشاكل، طمنينا عليها ولنا موقفها ايه دلوقتي في الحاله الصحيه. قوات المسلحه يا فندم في اسكندريه كده، واحنا بقى متشغلين جنبنا، جالها انتكاسة كده مفاجأة بسبب مرض السمنة اللي عندها يعني، والموضوع لسه ضعف من امبارح عن طريق وزير الشباب يعني مذكورة. طيب كابتن عصمت، عشان نطمن على كابتن نهلة، لو أمكن نقف في مكان يبقى فيه الصوت أوضح شوية، عشان الصوت مش واضح للأسف. أنا بره الغرفة عشان أكلم حضرتك. هو الصوت مش واضح لحضرتك منه؟ شوية مش واضح، بس يعني نجرب نتكلم تاني. نجرب. اتفضلي. هي نهله حضرتك، انا قلت ان نهله 15 بس مستحيل، احنا بقالنا 15 يوم. وصلنا مستشفى من حوالي اسبوعين عشان خاطر حصل انتكاس يعني ليها في الجيبه بسبب المرض اللي عندها، وهي كانت من حوالي 7 سنين. بس يا فندم. فالوضع حاليا دلوقتي ايه؟ هي حالتها عامله ازاي؟ هل تحسنت الامور ولا ما زالت تعاني؟ حضرتك يا نهله دلوقتي متواجده في اسكندريه في مستشفى القوات المسلحه. فحصل الانتكاسه من حوالي اسبوعين كده في موضوع مشكلتها يعني انها بتعاني من امراض مناعيه. فحصلت الامراض المناعيه دي عملت انتكاسه في الجسم عشان حركه الايد والرجلين. فلازم طبعا ايه ناخد على المستشفى في اسرع وقت. وصلنا مستشفى وكده، واحنا مشكورة يعني وزير الشباب والرياضة امبارح تدخل في الموضوع ونقلها في غرفة يعني لا تتزيد البطل يعني بطلة زي نهلة. هو عادة دكتور أشرف صبحي بصراحة ما بيتأخرش في مثل هذه الأمور. طيب نهلة دلوقتي الدكاترة قالوا إيه؟ يعني الحالة هتتحسن؟ الأمور محتاجة إيه؟ هل هي محتاجة تتعالج بشكل مكثف الفترة الجاية؟ هتقعد في المستشفى قد إيه؟ يعني تفاصيل أكتر لو تسمح لي. بس يا فندم، هو حضرتك دلوقتي هما دلوقتي الدكاترة موضوع بيدرسوا تاني، موضوع تاني بشكل هو يكون أوضح ليهم هما شخصيًا. ويشوفوا مثلا الموضوع يعني الامراض يعني اكتر مرض مثلا ممكن هو اللي يكون سبب في الانتكاسه ديت. وهي لو الحاله بتتحسن دلوقتي، احنا بقالنا حوالي سبع ثمان سنين احنا في نفس المشوار دوت، وحصل انتكاسات كتيره جدا، بس هي بناء على رغبه نهله. احنا ما كناش بنقول الانتكاسات دي، لكن دي مش اول انتكاسه تحصل لنهله في مرضها. نهله كانت بتعاني من اكتر من 7 سنين من كذا انتكاسه شبيهه لكده، بس المره دي عشان الوضع اتطور شويه ان هي فعلا عملت شلل في الحركه، فكان لازم طبعا الموضوع يوصل يعني يوصل بشكل اكبر شويه عشان خاطر نلحق يكون في تدخل سريع للعلاج يعني لنهله. ان شاء الله ربنا يطمننا عليها. كابتن عصمت منصور بطله مصر السابقه في رفع الاثقال، مرافقه للبطله المصريه نهله رمضان، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، وباذن الله نطمن عليها في اقرب فرصه. وبالتاكيد الشكر موصول للدوله المصريه ممثله في دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي اهتم بسرعه وتواصل في هذا الامر. مفيش حد بيحب يسيب ابطاله، يعني هي زي حتى ما الكابتن عصمت قالت انه هي اللي كانت عايزه تبقى موجوده في حالتها الصحية دي بعيدة عن الأضواء، عشان هي واضح إنها شخصية قوية يعني بالتأكيد. بس الدولة المصرية مع أبطالها في المواقف اللي زي دي
بصراحه في 100 موقف ممكن نجيبه ونعيده ونشوف كانت الدوله بتتعامل ازاي في مثل هذه المواقف. تعامل دايما في سند وفي دعم دائما. الاهم بالنسبه لنا في كل الاحوال شفاء نهل رمضان، ترجع تاني في احسن صحه واحسن حال يا رب في اقرب وقت باذن الله. باذن الله.